في نظر العديد من الدبلوماسيين لم تكن استقالة المبعوث الدولي الخاص لسوريا كوفي أنان بالمفاجئة، بل كانت متوقعة لكنها جاءت متأخرة بعض الشيء في ظل انقسام يعيشه مجلس الأمن الدولي لم يشهد له مثيل في السنوات القليلة الماضية. أنان الدبلوماسي المحنك الذي يحظى باحترام وثقة ودعم غالبية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية حمل المجلس مسؤولية فشله بسبب حالة الركود وتبادل الاتهامات التي يعيشها المجلس والتي أثرت بشكل سلبي على عمله وأفقدته الدور الريادي الذي كان يتمتع به. كوفي أنان أصيب بحالة إحباط شديد لأنه وجد أن يعني بعض الدول تلعب به الكرة وتقوم في اجتماعات مغلقة بوعده بأشياء أن يمارسوا ضغوط على النظام السوري ولا يمارسوها، فأصبح كوفي أنان هو نوع من المحلل الشرعي لنظام بشار الأسد، وهو رفض احتراما لتاريخه، رفض أن يستمر في هذا المضمار وأعلن استقالته. استقالة أنان زادت من حدة التوتر ليست على الساحة السورية فحسب، بل على الساحة الدبلوماسية، حيث سارعت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتبادل الاتهامات وتحميل كل طرف للآخر مسؤولية فشل أنان لعدم تحقيقه أي تقدم على أرض الواقع، الأمر الذي رفع من مستوى المواجهة بين الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الغربية من جهة وبين روسيا والصين من جهة أخرى. نظام بشار الأسد أفسد من بعض الدول العظمى وتم تدليله بطريقة أنه تخيل أنه لن يستطيع أن يقف أمامه أحد، ولكننا نرى في الفترة الأخيرة ومع وصول أسلحة لم تكن موجودة في بداية الصراع في أيدي المعارضين، رأينا اليوم أن يوجد نتائج مختلفة على الأرض. رحيل أنان قد يرحل معه العديد من القضايا التي راهن البعض عليها بالنجاح، فقد أصبحت خطته ذات العناصر الست في مهب الريح، مع أنها لم تطبق على أرض الواقع أو توفر لها عناصر النجاح، كما أن رحيل أنان قد يعجل برحيل عناصر الأمم المتحدة من سوريا وانتهاء مهامها رسميا، وهذا ما أكد عليه مندوب فرنسا الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي. أظن أن المبعوث الجديد سيجد الطريق ممهدا أكثر بفضل هذا القرار الذي اتخذته الجمعية العامة، والذي يعطي خطوطا واضحة وصريحة لما ينبغي أن تكون عليه مهمة المبعوث الدولي، وبسبب البيان الذي أصدره السيد كوفي أنان يوم أمس والذي حدد فيها المسؤولية بشكل واضح على الحكومة السورية لعدم استجابتها لما طلب منها في خطة الست نقاط وغيره من قرارات الأمم المتحدة. نأمل إن شاء الله أن يكون المبعوث الدولي القادم أيا كان اسمه أن يكون إن شاء الله أكثر حظا وأن تكون لديه فرص أفضل، ونأمل من الدول الكبرى في مجلس الأمن أن تراجع موقفها، خاصة الدول التي اتخذت مواقف سلبية في الآونة الأخيرة. الأمم المتحدة التي قبلت الاستقالة سارعت للبحث عن شخصية دبلوماسية فذة تحظى بقبول كافة الأطراف بمن فيهم طرفي الصراع على الساحة السورية، لتواصل مسيرة أنان مع تأكيد الجميع على أنه لا بديل عن الدبلوماسية في التعاطي مع الأزمة السورية. المصادر الأممية ما زالت تؤكد على أن الدبلوماسية تبقى الخيار الأمثل في التعاطي مع الأزمة السورية، لكنها لم تستبعد في الوقت ذاته أن تكون الدبلوماسية مقترنة بالقوة إذا ما اقتضت الحاجة لإنقاذ الشعب السوري. حسن أبزيتون لبرنامج العالم بعيون السعودية، الأمم المتحدة، نيويورك.